ولا كانت مصلحة البحث والتحرير للدك الوطني ببرمولاد رايس مدعومة بالفرقة الإقليمية للدك الوطني ببرج كيفان كتيبة الدار البيضاء من إطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بالإقليم ولاية الجزائر. العملية جاءت بعد تتبع دقيق التحركات شخص مشبوه يقوم بترويج المؤثرات العقلية ليتم ضبطه في حال تلبس وهو يستلم كمية من المؤثرات العقلية بالسيارة التي كان يقودها. التحقيق المعمق في القضية من طرف مصلحة البحث والتحري للدك الوطني ببرمولاد رايس خلاص بتوقيف باقي أفراد الشبكة وحجز كمية من أقراص مهلوسة تقدر ب 1799 قرص نوع بريغابالين 300 ملغرام مبلغ مالي يقدر ب 192 مليون سنتيم. بعد استيفاء جميع الأجهزة القانونية سيتم تقديم الموقفين أمام الجهات القضائية.